قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الصمود الذي اظهره الشعب المصري خلال العشر سنوات الماضيه سيظل محلا للدراسه وان ارادته الصلبه التي حولت مصر من دوله يتهددها الاقتتال الاهلي الى دوله متماسكه. واضاف الرئيس السيسي في كلمته للمصريين بمناسبه ذكرى الثلاثين من يونيو ان الاستقرار والامن الذي تنعم به مصر دفع ثمنه الشعب المصري وابطال القوات المسلحه والشرطه. شعب مصر الابي ان الصمود الذي اظهرتموه خلال السنوات العشر الماضيه منذ ثوره الثلاثين من يونيو المجيده سيظل محلا لدراسه المفكرين والباحثين فكم من تساؤلات اثيرت عن سر العلاقه الخاصه بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنيه وبين الشعب وقواته المسلحه واحتار الكثيرون في منبع هذه الاراده الصلبه والعزيمه التي لا تلين التي نقلت مصر خلال اعوام قليله من دوله تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الاهلي الى دوله متماسكه ينعم شعبها بامن واستقرار غالي الثمن دفعه ابطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحه وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجه ارهاب هي الاعتى والاشرس